أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 من عناصره في معارك جنوبية قطاع غزة، مما يرفع إجمالي عدد قتله إلى 569 منذ 7 من تشرين الأول الماضي. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلين احتياطيين من الكتيبة 630 في اللواء الجنوبي أصيبا بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوبية قطاع غزة، وتم إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي في المستشفى. وبهذا الإعلان يرتفع عدد قتلى الجيش منذ 27 من تشرين الأول الماضي عندما بدأت التوغل البري في قطاع غزة إلى 232 قتيلا. قال مسؤول أمريكي إن الغارات الجوية الإسرائيلية على رفح يجب ألا تؤثر على المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين. تأتي تصريحات المسؤول الأمريكي قبيل استئناف محادثات جديدة متوقعة اليوم بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر في القاهرة للعمل على إطار اتفاق من 3 مراحل يتضمن إطلاق سراح المحتجزين وإعلان هدنة طويلة. من جانبه قال القيادي في حماس سامي أبو زهري إن الحركة أبدت مرونة كبيرة في المحادثات لإنهاء العدوان وتبادل الأسرى، لكن الاحتلال لا يزال يماطل ولا يحترم الجهود التي تبذل حسب قوله. من القدس تنضم إلينا مراسلة المملكة ليالي عيد، أهلا ومرحبا بك معنا ليالي. أبدأ معك بآخر التطورات على ملف المفاوضات واجتماعات القاهرة المتوقعة اليوم، كيف تبدو ردود الفعل على المستويات السياسية، ونتحدث أيضا على مستوى الشارع الإسرائيلي، ما الجديد؟ نعم عبد الله، أريد أن أبدأ من يعني ما ورد قبل قليل في التحديثات الأخيرة حول ما يتعلق بالصفقة المحتملة. راديو مكان كان قد تحدث المراسل الشؤون السياسية أن هناك تغيرات جذرية وكبيرة فيما يتعلق بمباحثات المفاوضات المستمرة في اليوم في اجتماع القاهرة، وأنه هناك على ما يبدو تقدم كما ذكر في المفاوضات، ويرجح أن هذا التقدم أتى بعد ضغوط من الجانب الأمريكي وبالتحديد من الرئيس الأمريكي بايدن الذي يضغط على نتنياهو بشكل كبير لأن تتم هذه المفاوضات وتتقدم صفقة التبادل المحتملة. كان هناك في البداية موقف إسرائيلي يرفض أن يتم إرسال أو مشاركة وفد إسرائيلي بهذا الاجتماع أو هذه الجلسة، ولكن فيما بعد تراجع نتنياهو وأعلن أنه سيكون هناك مشاركة لوفد إسرائيلي بقيادة رئيس الموساد رونان بار، وكذلك ضمن هذا الوفد أيضا رئيس الشباك. وأيضا قبل قليل أعلن عن أن مسؤول عن ملف المحتجزين في الجيش لم يشارك ضمن هذا الوفد، وحسب القناة 12 التي نقلت عن مصادر أن نتنياهو قرر إيفاد مستشاره السياسي الشخصي برفقة رئيس الموساد ليتواجد ويشارك في هذا الاجتماع، وأن إرسال مستشار نتنياهو هدفه ألا يتجاوز رئيس الموساد الحدود المكلف بها، هو أن يكون الاتفاق ضمن الذي سيتم التوصل إليه ضمن ما يريده نتنياهو. وبالتالي على ما يبدو أن هناك ضغوط أو هناك يعني وجهة نظر إسرائيلية حتى اللحظة غير واضحة، خاصة وأن مراقبون تحدثوا عن أن هذه المشاركة لا تعني أن هذه الصفقة هي التي ستتم، ولكن هناك مسودة تقدمها أو يقدمها الوفد الإسرائيلي هذه المرة لما يتعلق بموقفها الرسمي، وأن يكون في إطار مقترح باريس. هذا ما يرد حتى اللحظة، ولكن قبل قرابة 10 دقائق من الآن ورد في راديو مكان أن هناك تقدم في هذا الملف. أيضا هناك حديث آخر يقول أن الاتفاق ستكون مدته 6 أسابيع، لكن هناك حاجة لمزيد من العمل للتوافق حسب ما أعلن أيضا، خاصة وأنه في الاتفاق اتفاق باريس الذي كان يتضمن 3 مراحل كانت في البداية قد أعلنت إسرائيل أنها
ربما ستتماشى مع الصفقة المحتملة حينها، ولكن فيما بعد كان هناك تراجع وأعلن نتنياهو أنه فقط المرحلة الأولى مقبولة، وبالتالي هذا يفسر أنه ربما هناك خلافات في الداخل ما بين رئيس الموساد والحكومة الإسرائيلية بما فيها نتنياهو، ولكن الضغط الأمريكي على ما يبدو أنه سيد الموقف في هذه المرة. نعم، ليالي على المستوى الآخر عندما نتحدث عن تحركات الجيش الإسرائيلي في رفح والحديث تحديدا عن هذه الأوضاع، انعكاسها في الداخل الإسرائيلي على مستوى الشارع الإسرائيلي، كيف ينظر إلى هذه الخطوة من حكومة الحرب وحكومة الاحتلال والمخاوف على المحتجزين الإسرائيليين؟ نعم، ربما موقف الشارع الإسرائيلي عبد الله اليوم يختلف عن بداية الحرب. هناك تأييد للعمليات العسكرية وأكثر من ذلك، يعني كان قد أعلن محتجون أنه سيتم غدا تسيير احتجاجات من مدينة تل أبيب لتصل إلى غلاف غزة تطالب بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. هناك أيضا من بات يطالب باستمرار العمليات العسكرية والبدء بعملية عسكرية في رفح، لأن هناك انقسامات في الشارع الإسرائيلي تقول أن هذه الحرب ستكون الأخيرة على قطاع غزة ويجب أن يكون الموقف الإسرائيلي هو الأقوى. وبالتالي حتى أن هناك خلافات بين من يريد استمرار العمليات العسكرية وبين عائلات المحتجزين الذين يطالبوا بإعادة ذويهم من داخل القطاع. وبالتالي عندما نتحدث عن 134 محتجزا، يرى هؤلاء أو عائلات المحتجزين بأنه لا يمكن إعادة هذا العدد ضمن العمليات العسكرية كما حدث مع آخر محتجزان، وأن هذا انتصار مزعوم للحكومة الإسرائيلية في محاولة من نتنياهو للخروج من الفشل المتكرر. هناك تحفظ أيضا على أمر آخر في الإعلام الإسرائيلي، وهو ما يتعلق بالحدث المؤلم الذي تم الحديث عنه بالأمس في خان يونس، وهذا يفسر سبب الإعلان عن قتلى في صفوف الجنود أمس وصباح هذا اليوم وأكثر من 15 جريحا. لكن الرقابة العسكرية المفروضة بشكل كبير على وسائل الإعلام المركزية، إذ يتم فرض رقيب عسكري لكل وسيلة إعلامية أو قناة من القنوات المركزية تراجع كل ما يتم إخراجه عبر القناة. وحتى أكثر من ذلك، هناك بعض القنوات تقوم الرقابة العسكرية بتحديد الضيوف للقنوات، وبالتالي هذا منع القنوات ووسائل الإعلام من الحديث حول هذا الحدث المؤلم الذي تم بالأمس. ولكن هناك من كان قد أكد من داخل المستشفيات أن عدد الجرحى والقتلى في صفوف الجنود بالأمس على الأقل كانت أعدادها كبيرة جدا. شكرا لك. وبالتالي هناك على ما يبدو أيضا خسائر كبيرة متواصلة في هذه العمليات العسكرية داخل. شكرا على كل هذه التفاصيل من القدس، مراسلة المملكة ليالي عيد. قال مسؤول أمريكي إن الغارات الجوية الإسرائيلية على رفح يجب ألا تؤثر على المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين. وأتت تصريحات المسؤول الأمريكي قبيل استئناف محادثات جديدة بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر في القاهرة للعمل على إطار اتفاق من 3 مراحل يتضمن إطلاق سراح المحتجزين وإعلان هدنة طويلة. من جانبه قال القيادي في حماس سامي أبو زهري إن الحركة أبدت مرونة كبيرة في المحادثات لإنهاء العدوان وتبادل الأسرى، لكن الاحتلال لا يزال يماطل ولا يحترم الجهود التي تبذل حسب قوله. من القاهرة أرحب بأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس، أهلا ومرحبا بك معنا. دكتور حامد، برأيك بناء على ردود الفعل السابقة لمسألة صفقة التبادل سواء من الجانب الإسرائيلي أو حتى من حركة حماس، واليوم نتحدث عن هذا الاجتماع الرباعي، هل تعتقد بأنه فعليا ستكون هناك اختراق فيما يتعلق بتحقيق هذه الصفقة وتحقيق الهدنة على الأرض؟ أهلا بك فندم، وأهلا بالسادة مشاهدي قناة المملكة. طبعا يعني هو لقاء الفرصة الأخيرة، لقاء ما بين التصعيد والتهدئة، وبالتالي هو لقاء مهم جدا
لأنه يأتي في توقيت دقيق وحساس بتمر به القضية الفلسطينية في ظل رغبة حكومة نتنياهو للاستمرار على التصعيد في رفح، وبالتالي أرى أنه من الممكن جدا أن نرى اختراقات حقيقية في ظل زيادة الرغبة الأمريكية بشكل واضح لإنفاذ هدنة طويلة الأمد، وده اللي أعلن عنه الرئيس بايدن بالأمس، من أنه من الممكن جدا أن تكون هناك صفقة لمدة 6 أسابيع، وذلك في المؤتمر الصحفي مع جلالة الملك عبد الله الثاني كدلالة واضحة على أن هناك جهود عربية حثيثة ودؤوبة وتحركات سواء من مصر أو من الأردن باعتبارهم الدولتان المعنيتان بالأوضاع وبالقضية الفلسطينية، وبالتالي هذه التحركات من الممكن أن تؤتي بثمارها الإيجابية على واقع الأرض وتحقق اختراق، ولكن على كل الأطراف في هذا المشهد أن تعود خطوة إلى الخلف وتؤدي هذه الجهود إلى هدنة، ثم بعد ذلك تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار. هل تعتقد بأن الأطراف ستعود هذه الخطوة التي ذكرتها إلى الخلف تحديدا، بأنه يعني بعض التصريحات التي صدرت عن أحد قيادي حماس بأنه لا يوجد أي وفد لحماس في القاهرة وإنما هم بانتظار ردود الفعل على هذه المبادرة وهذه الصفقة، وبالتالي هل تعتقد بأنه ستتم العملية دون شروط لحركة حماس أو حتى للجانب الإسرائيلي؟ هذا الوقت ليس وقت أي شروط للطرفين سواء الجانب الإسرائيلي أو حركة حماس، الأمور صعبة ومعقدة، وهناك أكثر من 1,500,000 مواطن فلسطيني يعني من الممكن جدا أن يتعرضوا للقصف الإسرائيلي في أي لحظة، وهذا ما شاهدناه بالأمس، وأيضا تصريحات المسؤولين الإسرائيليين اللي أكدت على أن رغبتهم في الاجتياح البري لمدينة رفح، وبالتالي أرى أن الأمور عليها أن يكون هناك رؤية حقيقية تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار في ظل أن الأطراف المعنية بتبحث عن وجود أرضية مشتركة، ولكن في نفس الوقت حماس تريد وقف شامل لإطلاق النار مرة واحدة، وهذا لن يحدث بأي حال من الأحوال، من الممكن جدا أن تكون الخطة التي يتم وضعها وهي تستمر لمدة 105 أو 100 قرابة 140 يوما، وده يعني هيكون وقت كافي، المرحلة الأولى ستستمر لمدة 6 أسابيع وتستمر المرحلة الثانية، ومن الممكن في خلال هذه المراحل أن يكون هناك ضغطا كبيرا على حكومة نتنياهو لوقف شامل لإطلاق النار والعمل على إيجاد صفقة ترضي حماس، ولكن دون أن يكون هناك شروط تعجيزية تؤدي إلى إفشال المفاوضات. دعني أعود بك إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية، هل تعتقد بأن دور واشنطن جاد وفعلي في تحقيق هذه الصفقة نظرا لتحركات أخرى على الأرض في مسألة الدعم الإسرائيلي وفي مسألة بعض المحللين والمراقبون يتحدثون بأنه لو كان بايدن يريد إنهاء هذه الحرب ووضع حد لها كان قادرا على ذلك بتوجيهات مباشرة إلى نتنياهو ولكنه يماطل في ذلك؟ يعني أنا أرى أنه يعني الإدارة الأمريكية بتتحرك 50-50، 50 في اتجاه السعي وإرضاء كل الأطراف، تصريحات لامتصاص الغضب العالمي خاصة أن هناك غضب متزايد ضد الإدارة الأمريكية على المستوى الدولي وأيضا داخليا في ظل تعثر إدارة بايدن في الداخل الأمريكي خاصة مع بدء عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومن الناحية الأخرى هي تدعم إسرائيل كدولة أو ككيان وليس حكومة نتنياهو، في فرق شاسع بين الجزئين بالنسبة لإدارة بايدن، إدارة بايدن تقوم بتقديم الدعم، يعني كان في أول أمس موافقة على 17 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، مساعدات عسكرية لإسرائيل، واليوم بيوافق الكونجرس على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا وإسرائيل، ولكن في ظني وتقديري أن الإدارة الأمريكية عليها أن تظهر أفعال وليس أقوال، بمعنى أنها عليها أن توقف الدعم العسكري لإسرائيل إن أرادت أن تكون هناك ضغوط حقيقية، وأيضا من الممكن أن تضغط على نتنياهو ولكن بشكل مختلف، يعني بمعنى أنها تفتح قناة اتصال مهمة مع جانت رئيس الأركان لكي يحل محل نتنياهو
في المشهد الإسرائيلي إذا رفض نتنياهو الإقدام على اتخاذ خطوة تفضي إلى سلام في الشرق الأوسط. وبالتالي الأمور كلها في يد الولايات المتحدة الأمريكية التي في ظني وتقديري لابد أن تتوافر إرادة سياسية ليست عادية ولكن إرادة سياسية قوية وحاسمة وحازمة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن أرادت وقف الحرب. وإذا لم تتوافر هذه الإرادة فإننا ندور في حلقة مفرغة وتستمر إسرائيل في غيها، وهذا سيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع وتهديد الأمن القومي العالمي وليس فقط الأمن القومي في منطقة الشرق الأوسط، لأن إسرائيل ستسعى إلى تنفيذ مخططها الواضح، وهذا مظهر من تصريحات بتسعيلس موتريتش وزير المالية الإسرائيلي بالأمس اللي بيتهم مصر باتهامات كاذبة وفارغة بأنها هي من مدت حمد بالسلاح، وايضا يطالب به هنا تحديدا هنا تحديدا في هذا الاتهام كنت سأسأل عن الدور المصري والأوراق التي تملكها مصر فعليا، وهناك من أشار إلى بوادر توتر في العلاقة بشكل أكبر ما بين الاحتلال الإسرائيلي ودولة مصر تحديدا بعد تصريحات بايدن مؤخرا فيما يتعلق بمعبر رفح ورد الرئاسة المصرية وأيضا محور فيلادلفيا وغيرها من الأمور العالقة. وبالتالي الآن الدور المصري في هذه المرحلة تحديدا في مرحلة التفاوض وفي هذا التوقيت كيف يمكن أن يكون ضاغطا وما تملكه مصر من أوراق؟ طبعا سؤال مهم جدا لأنه لب الموضوع، والقاهرة بتلعب أدوار مركبة في لجنة دولة الاحتلال الإسرائيلي والسعي بكل قوة إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين، ولكن الآن العلاقة بين القاهرة وتل أبيب هي في أسوأ مراحلها وهناك زيادة في حدة التوترات نتيجة المواقف وحدية الجانب اللي اتخذتها إسرائيل بشكل واضح سواء من فريق الدفاع القانوني اللي قال ان القاهرة هي من كانت تغلق معبر رفح وذلك على غير الحقيقة، لانه كما يعلم القاصي والداني ان اسرائيل ضربت معبر رفح من الجانب الفلسطيني اكثر من 4 مرات، ثم بعد ذلك التلويح باحتلال محور فيلادلفيا، ثم ايضا التلويح باجتياح مدينة رفح، ثم ايضا القاهرة غاضبة من نقص المساعدات الإغاثية والإنسانية اللي بتدخل للقطاع وتصريحات الكثير من المسؤولين الإسرائيليين. يعني بتسألس موتريتش ده يا فندم هو مجرم حرب ومتهم اتهامات كثيرة ومتعددة، وده اللي شاهدناه حتى قبل يوم 7 أكتوبر. موتريتش يعني من ضمن غبائه السياسي وجهله بالأمور السياسية نجد أنه في مؤتمر صحفي في إبريل من العام الماضي قام بوضع خريطة ومن خلفها الشقيقة الأردن باعتبار أن ذلك سيمثل تهديد خطير للأمن القومي على العربي، ومصر والأردن على قلب رجل واحد ويتحركان في اتجاه واحد، لأن إذا إسرائيل أقدمت على اجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين من غزة ستتجه إلى الضفة الغربية وتقوم بالتنفيذ أيضا في الضفة الغربية باتجاه الأردن، وبالتالي الدولة المصرية والأردنية يتحركان وبالتنسيق عالي وبتنسيق قوي لكيفية إيجاد مخرج حقيقي يفضي إلى هدنة طويلة الأمد ووقف شامل لإطلاق النار. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. من القاهرة كنت معنا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس.